فضائحك هي غير كتعري المسوره. اما هما هذه هي حقيقتهم. مثلا انا كنقرا الجرائد كنسد دائما الفضائح ديال سرقه الملايير والتطاول على المال العام. جربنا كل الاحزاب مع الاسف، واحد 60% من الميزانيه ديال المغاربه ما محطوطاش في الابناء. بحالو بحال بزاف ديال يعني ربما احنا احسن شويه. كيقولوا ان المغرب الحمد لله الان على عده مستويات، انه كيحقق شويه ديال التوازن، شويه ديال عندنا مشاكل ديال الجفاف. الله يتمنى هذا الموسم يكون بخير، ان شاء الله غيكون بخير. وعندنا مشكل التعليم كنتمنى التجاوز ديالو. مرت الكارثه ديال الوباء اللعين، فلذلك المغرب الحمد لله مقارنة، وإن كنت أنا أرفض هذه المقارنة، المغرب الثروات ديالو بالسياحة، الثروات البحرية، بالفوسفات، بالفلاحة مرة خصوصا الفلاحة الحديثة، يعني الهجرة، يعني المردود ديال المهاجرين المغاربة. فلذلك حنا كان ممكن لو كان شويه ديال العفه. مثلا انا كنقرا الجرائد كنصيب دائما الفضائح ديال سرقه الملايير والتطاول على المال العام والتهربات من واجبات الشركات الكبرى ذات الدخل الخياليه، كتمتنع عن دعم ميزانيه الدوله بداك النسبه ديال الواجبه عليها. فلذلك هادو اللي ما خلاوش واحد 60% ولا 70% من الثروات ديال البلاد توظف من اجل المساهمه في الارتقاء بلادنا على كل المستويات. فجربنا كل الاحزاب مع الاسف. في السبعينات كان المغرب ضيع واحد المرحله كانت مهمه بعد الاستقلال، وهي انه المغرب تكالبت عليه مجموعه من الاكراهات خارجيه وداخليه. الأحزاب كلها تريد أن تحكم، وأن هذا انقلابات فاشلة الحمد لله. أعداء كيحيطوا بك من عدة جهات، فبالتالي ما عطاوش المغرب الفرصة أنه استثمر هذيك المرحلة والحماس والاندفاع ديال المغاربة والفرح ديالهم بالاستقلال وعياد العرش وهذا الشيء، أنهم يديروا بزاف ديال المشاريع. حسن الثاني الله يرحمه بنا 10 ولا مع شحال السدود، ما عنديش الرقم الحقيقي، ولكن لو كان ما عاش هذيك الصعوبه ديال من 61 حتى ل 75 المسيره، هذيك 15 عام قربنا لنا 10 سدود اخرين كنا نستافدوا منهم. الان كانت عنده قراءه السباق، لان شنو اش غادي يجي من بعد. شكرا انه انتبه لاهميه الماء والسدود في هذيك المرحله، ولكن كان ممكن كنا نستافدوا من ذاك المرحله اكثر لولا الاكراهات اللي كانت داخليه وخارجيه. فجربنا كل الاحزاب يا اخي، حتى هما كيبداو يجيبوا بعض الاعذار وداك الشيء، وكيقول لك لا احنا في حقيقه كان عندنا برنامج وكنا باغيين نديرو. كيدوزوا 5 سنين 8 سنين 10 سنين 4 سنين وما كيديروش داك الشيء اللي التزموا به في الحمله الانتخابيه. ما بارزين حتى حاجه، احنا كنردوهم بارزين بحكم انه تسلطت عليهم الاضواء الاعلاميه. ما هو باش بارزين ناس يعني هاد الفضائح هي غير كتعري المسوره. اما هما هذه هي حقيقتهم، ماشي بارزين زعما كنا كحسبنا انهم نضاف وانهم لا شيء طبيعي الشيء. مع الاسف ما بني على باطل فهو باطل. لما كتحفر في السيره الذاتيه ديال هاد الناس كتشوف شنو هي المراحل اللي مروا بها وكيفاش وصلوا وكيفاش اصبحوا مشهورين ولا اثرياء، كتكتشف بانه ما دازوش يعني كيف تيقولوا على دراعهم، وصلوا عبر هاد الاساليب. وكانت مع الاسف كان شويه ديال يعني مغطيين عليهم ولا ميكين عليهم مخلينهم يديروا اللي بغاو، وهادو هما اللي تقبوا الخنشه. انا عندي مسرحيات شكون تقبل الخنشه؟ الا كتعقل عليها هذه واحد 20 عام شكون تقبل الخنشه؟ اكثر من 20 عام، هذه 25 عام. يعني انا مع الاسف انه جزء كبير من الامكانيات ديال البلاد
بحال اللي كنقول لهم الأسوأ من العطش تدفق مياه النهر في البحر. حنا عندنا أنهار كلها تصب في البحر المتوسط والأبيض المتوسط والمحيط. مع الأسف الناس كيديروا تحلية البحر من أجل أن يصبح ماء صالح للسقي والشرب وللاستعمال. حنا عندنا أنهار بدل ما نستثمروا هذيك الطاقة المائية ديالها كنخليوها تتقبلنا في البحار. فريد هي نرجع للسؤال ديالك. المغاربة أنا كنظن واحد 60% من الميزانية ديال المغاربة ما محطوطاش في الأبناك مخبية. كانوا شحال هادي جدودنا كيدفنوا داكشي في الخوابي في تحت الأرض، ولكن هادو دايرين في الكفرات ديال لي كفر ديالهم الخاصة ما كيديروا بها مشاريع تشغيل والدورة الدموية ديال الرسمال المغربي يتحرك ويخدموا ناس وكذا نجمدينا. لو كان يصدر قرار بأن العملة المغربية غتغير من دابا 3 شهور واللي ما صرحش بالممتلكات ديالو واحتفظ بهذيك العملة اللي عنده راه من دابا 3 شهور ما غتبقى صالحة، ستصبح لاغية لا قيمة لها. غادي تشوف يا خويا الناس جايين جايبين الصنادق والخناشي وجايين للبنوك كيحطوا داك الثروات المغيبة واللي ما كتأدي حتى شي دور إيجابي للاقتصاد المغربي. ف يعني خصنا نكونوا خصنا نسترجعوا الروح الوطنيه اللي بدات ولات المصلحه بالمفهوم ديالها الضيق، ماشي غير ما بين طبقه وطبقه، لا حتى ما بين داخل الوسط البسيط. يعني كل شيء عندك هذه كذا عرض بالك مالك اش كاين. يعني خصنا نحيو فينا وحد الروح ديال ما يسمى باللحمة ديال الانتماء لهذا البلد. خصنا نسترجعوا هاد المسألة ونكونوا إيجابيين ورحماء ونخافوا على بلادنا من جميع النواحي ونتعبؤوا من جديد. فالمغاربة من بعد الاستقلال اتجهت المسيرة الخضراء تخلق مغرب آخر. ما أحوجنا الآن ما يجيش على نتيجة ديال شي ضرر. يعني جا الزلزال الحمد لله الشيء المغاربه كيفاش كلهم كذا ما بغيناش. حنا بغينا وحنا في ظروف امنه في وضعيه سليمه اننا نخلقوا راسنا واحد التعبئه جديده من اجل احياء الكبرياء ديال الانسان المغربي. شحال هذه كانت عندنا الاميه 90%، ولكن كانت التربيه كانت الاخلاق كان الشعور بالانتماء كانت الوطنية 90% ديال الأمية. الآن الحمد لله لينا احنا كل شيء دكتور وكل شيء متعلم وكل شيء مجاز وكل شيء، ولكن الجانب الآخر مع الأسف. وهو كان في موقع كيأهلوا باش يعطي تصريح بحال هذا. ما ننساوش راه حسن أريد هذا سيدي، راه ماشي كيقول هادشي من فراغ، ولكن انا ما نقدرش نسب راسي انني نعطيك ادله بحال اللي هو كان يعني هو كان في عين الرحمه. فبالتالي هو اللي عنده الحق يقول بحال هاد الهضره، وبالتالي ما غاديش يجي يجاز باسمه بقيمته ويطلق تصريح غير بحال هكذا. فعلا كاين هادشي كاين هادشي يا سيدي، وخصنا ننتبهو خصنا ننتبه. ومن هادي شحال ماشي دابا هادي شحال انا فاش كنت قبل خنشا يعني كنت واضح في هاد المسرحيه وقلت فيها ملي جبتي لي سي اوريد غادي نقول لك انا شنو كنت مسرحيه قربت نعرضها في مسرح الخامس وما عنديش العنوان ديالها. ايوا البوكي اللي الله يرحمه في المطبعه في قنيطره كيقول لي عطيني العنوان على الملصق ولا شي، كنقول له راه مازال ما صبتش العنوان. زروكي غدير العرض قالوا شي 20 يوم ونسى الملصق راه خصو وقت وكذا. هذاك النهار كنسمع الخطاب ديال المرحوم الملك الحسن الثاني الله يرحمه في واحد الخطاب كيقول اعتقد 89 شي حاجه بحال ما عرفت ما بقيتش عاقل على التاريخ حاجه ما عرفتش عليها. كنقول المهم في العهد ديال المرحوم فاش كان بغا
يعمق هادشي الخصاصة. قال لي غادي نأكد لكم هو أننا ما نقدروش من دابا الفوق نخلقوا منصب شغل واحد، لأن يلزنا منصب شغل واحد كنكونوا بحال إلا كنزيدوا تقبة في الخنشة ديال ميزانية الدولة. هادشي راه بالحرف كنقول لك، وأنا زجيني كنزيدوا تقبة في الخنشة ديال ميزانية الدولة، كنزيدوا بمعنى أن كاين تقابي ولكن حنا غير غادي نزيدوا تقبة. وأنا نقول شكون تقب الخنشة؟ ودارت ضجة في ذاك الوقت من فم سيدي سمعناها، ما جبت شي حاجة من عندي. وهذا هو التفاعل بين ما هو سياسي وما هو ثقافي وما هو إبداعي. هذيك واش دخول واحد ولا جوج اللجنة الثقافية في البرلمان هو اللي غادي يغير؟ هادشي ماشي مسألة ديال كيقول لك الوزير الفلاني ما دار والو، الوزير الفلاني ما دار والو، هذوك اللي دخلوا البرلمان ما داروا والو. شكون عطى؟ شكون قطرة في بحر؟ معاك شحال عندنا البرلمانيين دابا؟ انت اسم ولا جوج غادي تجي اللجنة الثقافية تقول لهم لا خاصنا نغيروا خاصنا نديروا، ما كاينش. الا بغاو فعلا انه نكونوا مركز اشعاع ثقافي فني ابداعي حقيقي دولي، ها الخطه كيفاش كتصوب. لكن حنا الان مشغولين بكاس العالم، كاس افريقيا دابا، نتمنى في 2030 ان شاء الله انه لاحظ معايا دابا الافتتاح ديال كاس العالم وكاس افريقيا وكاس والالعاب الاولمبيه اللي غتكون في باريس، وهادشي انه ولاو الراقصين والموسيقيين هما المصممين الازياء والاقنعه والرقصات، يعني ما يسمى بالفنانين وحتى المسرحيين. دابا داكشي بعدا شفنا الممثلين كيهضروا على يعني ولا الفن والثقافه والابداع ولا غير منشط يعني افتتاح او الاختتام من باب تحليه الاجواء ديال ما هو كره القدم. انا شخصيا عبد الحق الزرواري ارفض. تصور لك كانوا الممثلين تا هما كيتباعوا بحال هادشي ديال الكره.